عبد الله سالم، اشتكيت الاتفاق في شكوى على ان شاكي الاتفاق عليه صح؟ انتهت القضية. بس شاكيهم، كنت شاكيهم. انتهت القضية، طلع حكم. طيب شاكيهم بس، صح ولا لا؟ ايش المشكلة؟ طيب اليوم انا عندي معلومات من داخل نادي الفتح انه لا الهلال مسدد دفعات الطيان ولا النصر مسدد، اوكي؟ ومع هذا انت معلوماتك كلها غلط يا غلط؟ كلها يعني. طب انت ايش دخل السالفة؟ مسددين؟ ايش دخل السالفة في الموضوع؟ بسألك انت، يمكن انت ساكت عنهم عشان جماهيرية الهلال والنصر واعلام الهلال والنصر ما تبغى تواجه الناس هذه، وبينما الاتفاق ما عندهم ذيك القوة الإعلامية ولا يعني أنا أميل على الاتفاق لأنهم مساكين ضعوف ما عندهم جماهير، والنصر أخاف منهم. هذا المفهوم الموجود عندي. والله العظيم مشكلة يا أبو تركي، والله أسئلتك ذي ما أدري جايبها. أجل خلاص، معلوماتك كلها مضروبة، كلها مضروبة. والله مضروبة مضروبة كلها يعني.